سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. احنا الآن في العالم بنمر بوقت عصيب جدا، أصوات الحرب وأصوات الألم وأصوات الاعتراضات وأصوات الخلافات بتعلو جدا في الوقت ده، عالميا إقليميا وأيضا شخصيا، لأن الصراعات اللي احنا بنمر بيها اليوم ليست فقط صراعات دولية سياسية، ولكنها أيضا صراعات على المستوى الروحي، لأن هدف إبليس أنه ياخدك في مكان تبعد فيه عن الله، إما أنك تكون بتتبع الفكر الإسلامي وفاكر أن ده هو طريق لله، وإما أنك تكون مرتبط بقضية معينة سواء كان على ناحية إسرائيل أو على ناحية الفلسطينيين أو العرب. كل واحد مننا عنده قضية، مش كده؟ لكن لو كنت مؤمن، الشيطان عايز ياخدك بعيد عن القضية الأساسية، وهي حياتك مع الله وشهادتك لله وكونك إنسان تكون سبب سلام في أي مكان تروح. النهاردة أنا هتكلم بصورة عامة، لكن في صورة حابة أن أنا أنقلها لكم. أحيانا في حياتنا الشخصية بنبص كده للظروف المحيطة بينا، فبتلاقي نفسك أنها أكبر منك كتير. كلنا بنمر ده أكتر كتير من ما تستطيع أنت أنك تواجهه. كل واحد مننا مر بده أو بيمر بده دلوقتي. والحياة الصورة الذهنية اللي ربنا ادهاني بالتحديد ليكم النهاردة هي أنك ماشي في طريق ولقيت نفسك الطريق ده بيتقفل بجبل. الجبل ده بيمنعك انك تمشي تكمل الطريق. صدقوني لما شفت الصورة كأن وشي في الجبل ده، لانه كلنا عندنا الجبال الروحية دي، الجبال الاجتماعية اللي بنواجهها، او القضايا الكبيرة اللي في العالم اللي مضطرين ان احنا نواجهها وناخد او ما ناخدش موقف، وإيه الموقف اللي ناخده، والحيرة اللي احنا فيها اليوم. لكن الله النهاردة عايز يوجهنا لما لا يغير طبيعتنا لنميل إلى ما يريد الشيطان. عايز يوجهك للي يغير طبيعتك، لأنك تفهم وتشوف من منظوره، من عينه، من قلبه ليك وللي حواليك. لما تلاقي نفسك واقف في الطريق والجبل ده في وشك ويمنعك إنك تمشي وتقف في مكانك، يا إما عندك اختيارين، يا إما إنك تمتلئ باليأس أو بالغضب أو بالهزيمة، أو إنك تتخطى هذا الجبل بكل وسيلة لديك. وإنت خايف مثلا، أو إنت غضبان، أو عندك مشاعر أخرى، يعني كل الأمور اللي إنت بتمر بيها هتواجهك، وإنت بتقرر إنت واقف تحت الجبل يا تقعد هناك وتموت بغضبك وحيرتك وكراهيتك وندمك وإحساسك بالظلم، أو يعني نختار الموت يا إما نختار الحياة، لأن هناك وسيلة واحدة لإعطاء الحياة، وهي إن الله يكون معينك فيها. والحل الإيجابي دايما هيكون الحل اللي يجي بثمر، يا إما أن أنا أكون غضبان وخايف وعايز أنتقم وكل ده، أو أن أنا يكون عندي رجاء. رجاء، والرجاء هو الحاجة اللي مش موجودة في قلوب الناس اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة. الحل الإيجابي هيكون الحل اللي يأتي بثمر. فهيكون عليك أن أنت وأنا نبحث في أعماقنا عن مصدر القوة في حياتك. ايه الحل الايجابي اللي يخليني اتخطى جبل المشاعر اللي انا اللي بيواجهني، جبل الغضب، جبل الكراهيه، جبل اللي تربينا عليه قدام اللي ربنا عايزك تعمله، جبل اللي العالم بيقوله قدام اللي ربنا عايزك تعيشه. كمؤمنين احنا بنواجه ده كل يوم. الاخوه المسلمين بيواجهوه من غير قوه الله، ولكن مزقوقين ليه بقوة الشيطان. بقول لك النهاردة وبقول لك لو انت مسلمة وانت مسلم بتسمعوني النهاردة، الله عايز يديك رجاء النهاردة،
الله عايز يديك صورة أخرى لإزاي تقدر تعيش حياة مليئة بالرجاء والثمار الصالحة معاه. إزاي تقدر تخطي الجبل ده وتعدي للناحية التانية اللي توديك لحياة أبدية، مش للموت يا أخواتي، مش للموت. من ليس له رجاء لو قعد تحت الجبل حيموت، ولو خط الجبل ده إلى طريق الغضب برضو حيموت. ابحث عن مصدر القوة في حياتك، يا إما كده يا إما كده. إيه مصادر القوة في حياتنا؟ الإيمان، الثقة في الله، معرفة إن الله دائما معانا، وأيضا خبراتنا السابقة مع الله. كمؤمنين إحنا بنعتمد على كلمة الله، ونعتمد على شخص الله ووعوده الثابتة وطريقه اللي هو بيختاره، طريق المحبة، طريق السلام، طريق البناء، طريق الكلمة اللي تزرع رجاء في قلب الناس، رجاء للخلاص ورجاء للأبدية. ده طريق المؤمنين. وإحنا من خبراتنا السابقة لازم هيكون عندك قصة 2, 3, 10, 100, 1000 شفت فيها المسيح بيوديك للمكان ده وبيقولك أنا معك دايما. الكتاب المقدس، إخواتي المسلمين اللي بيسمعون، الكتاب المقدس بيقول لنا إنه الله معانا دائما، هو عمانوئيل، الله معنا. والله النهاردة بيقولك أنا عايز أكون معك دايما، أنا فتح لك الباب إنك تمشي معايا دايما. اسمع، اسمع بقلب مفتوح. كل واحد مننا عارف إزاي وصل الله إلى قلبه في الظروف الصعبة، في الألم. هو أكبر مننا بكتير. النهاردة العالم كله بيواجه ألم شديد من جراء اللي حصل، من الحوادث الإرهابية المستمرة اللي جددها الشيطان عن طريق منظمة حماس الإرهابية. كلنا بنمر بألم، كلنا بنشوف حاجات مش لازم نشوفها، كلنا مضطرين ان احنا نبقى عايزين نختار طريق، دول المظلومين ولا دول المظلومين، الأرض دي بتاعتهم ولا الأرض دي بتاعتهم. هكذا يريد أن يشتتك الشيطان. في حق، في حق، بس الحق اللي تشوفه من منظور الله. أوكي؟ وللمؤمنين احنا عارفين انه دي مش أرضنا عموما، العالم كله مش أرضنا، احنا أولاد المسيح، دي أرض الشيطان على فكرة. فافتح قلبك النهاردة لصوت الله، وإزاي الله ممكن يستخدمك كأداة سلام. ما فيش جبل يستطيع أنه يقف أمامك، ما فيش شر يستطيع أنه يقف أمامك مدام أنت في يد المسيح، شايف الأمور من عينه. في رسالة بولس الرسول لأهل فيليبي في الإصحاح الثاني، هقرأ لكم كده جزء منها، نشوف الآيات على الشاشة. بولس الرسول بيتكلم معهم بيقول لهم يا أحبائي كما أطعتهم كل حين، ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي. علمهم، ادالهم الرسالة، قبلوا الرسالة، ناموا في الرسالة. فهو بيقول لهم انتوا مش عايشين الحياة والأمانة مع الله وأنا موجود بس والمعلمين موجودين أو كمظاهر في العالم، ولكن بينكم وبين الله تعيشوا الحياة دي. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. أهم مهمتكم الأولى أنكم تعتنوا بهذا الخلاص اللي الله يدهولكم علشان تثمروا خلاص وبركة للآخرين. لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. عارفين أنه النهاردة أنا بشارك الآية دي علشان الكلمة دي بالذات، إن الله هو العامل فينا. الله هو اللي بيشيل الألم من جوانا بإيده بعنايته، ويضع المحبة والسلام والاحتمال، وإن هذا الألم ينتج بركات لمن حولنا. فكر إن ده دورك في الحياة. إخواتي المسلمين، نفسك تكون سبب بركة؟ نفسك تكون عايش مع الله الذي يعمل فيك؟ اسمع، اسمع، افتح قلبك النهاردة.
لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. ده دورنا إن احنا نضيء كأنوار في العالم. بصلي يا رب إنه النهاردة الكلمة اللي هنقولها تكون بنور للعالم. النهاردة النور اللي انت بتضعه في قلوبنا يشع لجميع من حولنا. يا رب بنضع كل ألمنا وحزننا على اللي ماتوا واللي بيتقتلوا واللي بيفجروا، والألام الشديدة اللي بنشوفها النهاردة، النزاع العالمي الموجود، بنضع كل هذه الألام أمامك، وبنسألك إنك تنتج في وسطنا سلام وفي داخلنا سلام، وتلمس الجميع وجميع من حولنا ببركات حضورك في اسم يسوع. النهاردة الجبل اللي أنا عايز أكلمكم عنه هو جبل الكراهية والمرارة، التحزب الأعمى، الدعوة للموت. حلقتنا النهاردة بعنوان الانتحاري يموت مرتين. العمليات الانتحارية سواء كانت واحد أو واحدة فجروا نفسهم، أو عملية من مجموعة مثلا أشخاص، مجموعة منظمة عارفين أنهم هينفذوا عملية ومش هيرجعوا منها، ده الهدف، زي كده الإرهابيين اللي فجروا الطيارات في 9/11 في أمريكا. دول اختاروا، كانوا عارفين هو داخل الطيارة وما كانش معاه مفرقعات، هو معاه طيارة بحالها هيستخدمها كأداة موت، وكان عارف انه مش راجع. مجموعة راحوا لعملية إرهابية دمرت، قتلت، تركت خراب عالميا، أتت بحروب عالميا. ده طريق وده طريق. أو زي كده اللي قاموا بيه إرهابيين حماس يوم 7 أكتوبر. أيوة ده عمل إرهابي، ده عمل إرهابي. فيجب كده ان احنا نتوقف امام الجبل ده من الكراهية وعدم الرجاء، علشان نفكر في المصادر ونحلل الدوافع، علشان ما يكونش مستقبل اولادنا في هذا الاتجاه. ده اتجاه موت، ده اتجاه موت. في دول هيقفوا قدام الجبل ده ويقرروا ان هم ياخدوا الطريق ده. الإرهابيين اللي أنا اتكلمت عنهم دول، سواء أي إرهابي قام بعمل ضد أبرياء من ضمنهم حماس، دول وقفوا تحت الجبل اللي هم بيواجهوه من الكراهية ومن المرارة ومن التعليم اللي اتزرع فيهم، التعليم الإسلامي وفكرة أنه يعني انتصروا للإسلام اللي ملوش علاقة أصلا بالقضية. يعني دول قرروا أنهم يموتوا ويموتوا. أنا وإنت لازم نختار أفضل. أنا بصلي يا رب إنه النهاردة كل سامع يبص لبناته ولولاده والمستقبل ولاد جيرانه ويقول يا رب أنا عايز حياة أفضل. قول معايا يا رب أنا عايز حياة أفضل. في اسم يسوع الرب النهاردة يعطيك سؤال قلبك وينتزع كل فكر شيطاني من وسطكم. حلقة النهاردة هي دعوة للتفكير، دعوة للتغيير، دعوة للسلام. بعد حلقة المرة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات، جاتني رسائل، بعض الرسائل اللي فيها اعتراض، وكأني يعني اللي يقولي بقى يا صهيونية واللي انتوا بتدافعوا عن إسرائيل والكلام ده كله. الحلقة دي مش عشان أدافع عن إسرائيل، الحلقة دي لأنه من قلبي بدافع عن قلوبكم أن لا تأكلها المرارة والكراهية، ولا يضعكم الإسلام في قالب الهلاك، لأنه عارفين إيه المصدر هو الإسلام. عشان كده خلوني أرجع 1400 سنة مضت، المصدر جه منين. هقول أنه أي حادث إرهابي حصل ليه مصدر، ليه مصدر، لأنه مثلا بيواجه كفار، لأنه بيواجه شعب إسرائيل اللي هو طبعا بالنسبة له
القردة والخنازير اللي إلهه بيقول له مش عارف إيه. النهارده عبد الله رشدي بيقول لكم، بيقول لهم كده إحنا جايين لكم. إحنا بص الطريقة في إرهاب الناس ترهبون به عدو الله وعدوكم، يقول لهم إحنا جايين لكم، يا خلوا بالكم أنتوا عارفين بقى يعني الشجر والحجر هيعمل إيه. كلامك كذب وكلام هذا القرآن كذب، وليس لله عداوة مع شعب إسرائيل. اللي كتابك بيقول عليهم شعب الله المختار، لا يمكن الله يخلق أبناء ويجعلهم أعداء، فقط إله الإسلام يصنع ده. إحنا جميعا قدام الله سواء، فقط اللي يفتح قلبه لله هو اللي ليه طريق النجاة، لكن الكراهية لا تفتح القلب لله. أي حاجة محمد عملها هي ميثاق وطريق للمسلمين وتحليل لما هو مكرها أمام الله حقيقي، يعني ما يتقالش عليه إلا أنه تحليل لمكرها أمام الله. الأمور اللي عملها محمد اللي فصلناها في حاجات كتير، اللي منها جزء كبير الجهاد الإسلامي بأشكاله المختلفة، موجود في القرآن وموجود في السنة. لكن الخيانة اللي بتيجي من التصرفات اللي محمد نفسه عملها، اللي أصبحت النهاردة مثل، اللي تخلي ناس زي إرهابيين حماس يدخلوا بيوت الناس اللي هم بيشتغلوا عندهم كمان، يعني الناس اللي في غزة كتير من الناس اللي دخلوا البيوت دي، بيوت الناس اللي في الكيبوتس الإسرائيلي، كانوا بيشتغلوا عندهم، لأنه بيجوا الناس من غزة يشتغلوا في الكيبوتس ويرجعوا، والناس دي كانت بتعملهم كويس وكان ده مصدر رزقهم. علشان كده منهم كتير كانوا عارفين الخرائط وعارفين البيوت اللي دخلوها. خليني أديكم مثل من حياة محمد اللي هو مكرها أمام الله وخناية وخيانة وقتل نفس، وتترك ميراث من الغضب للمسلمين. لأن النموذج اللي هتشوفوه ده اللي هو محمد في حياته نموذج للموت ليس للحياة. أوكي؟ خليني أقرأ لكم من إسلام ويب. طبعا كلنا سمعنا عن كعب بن الأشرف. أوكي؟ كعب بن الأشرف هنحرر لكم أجزاء من الحديث لأنه الحديث طويل جدا عشان في أجزاء فيه مهمة. بيقول كده: حدثنا فلان عن فلان أنه قال رسول الله: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. كعب بن الأشرف كان عايش في مكان تاني في حصن حصين زي ما بيقولوا، القصص بقى بتقولك انه كان في قصر وكان مش عارف ايه، لكن المهم يعني انه راجل كان عايش في وسط عيلته وفي مكان محصن، واضح انه هو كان ليه مكانة. فبعد كده قال اقتله، وراحوا بعتوا لكعب بن الأشرف فقال لهم، قالوا له احنا جايين، بيقولوا كده: فوعدوا أن يأتيه، فجاءه ليلا ومع أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، أخوه من الرضاعة. عند العرب الأخ من الرضاعة أخ، وإلا ما كانش محمد يفضل يتقال عليه الشيماء بقى تقعد تغني وتقول ومحمدا وأخويا ومش عارف إيه مثلا يعني. لكن الواقع أن عند العرب الأخ من الرضاعة أخ، بيتربوا مع بعض، يعني دول اتربوا مع بعض. كثير من النماذج في التراث الإسلامي بتورينا أن محمد كان بيجعل أصحابه يقتلوا أخواتهم وأبهاتهم، ما فيش لا أب ولا أخ ولا أخت يقف
في طريق هذا الإله الشرير. أوكي؟ فهو بيقول لك يعني ده أخويا هيعمل لي إيه؟ لا طبعا أنا في أمان في وسطه. أوكي؟ مراته قالت له أسمع صوتا كأن يقطر منه الدم، إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة الكريم، لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. أوكي. وبعدين بيدخلوا عليه ويقعدوا يقولوا له تعالى ريحة شعر، أنا مش هكمل بقى أقعد أقرأ ده كله وإحنا حطيناه قبل كده. يقول له بقى تعالى وريني شممني أنت متعطر ومش عارف إيه، لحد ما تمكن منه وخلاه يمسكوا وخلاهم يقتلوا. خيانة، دم بينهم أو علاقة أسرية بينهم ليس لها قيمة، آمن في بيته وآمن لهم بالرغم من التحذير، ومع ذلك الخيانة كانت فيه. محمد عمل كده. فإحنا هنيجي بقى على أي عدو تاني بيقول لنا الإسلام أنه عدو وما نعملش فيه كده؟ لا طبعا، المشرب بالفكر الإسلامي، المشبع بالفكر الإسلامي هيعمل كده. من يظن أن ما حدث يوم 7 أكتوبر دي حاجة من أجل نصرة فلسطين مخطئ. مخطئ. يعني الدافع الأساسي إسلامي بحت. إسلامي بحت. فميراث الغضب ده ونموذج الموت ده موجود منبعه الإسلام. فيصبح حتى قتل الأخ في سبيل الله ومحمد كرامة للإسلام. ده نموذج للانتحاريين بتوع النهاردة، وهناك الكثير غيره. الانتحاري بيموت مرتين لأنه يموت أخلاقيا وإنسانيا، أخلاقيا وإنسانيا، وأيضا يموت أبديا. أخلاقيا وإنسانيا دول لازقين في بعض. أنت لم يعد لديك يعني أي فاصل بين التعامل مع الإنسان على أنه إنسان، حتى يعني حتى القتل السريع مفيش. لا ده احنا نعذب ونطلع عينين ونقطع مفاصل وكلام من ده، مش كده؟ ده حصل، ده حصل. فأخلاقيا وإنسانيا ننتهى. الإنسانية داخل إنسان بيعيش على الدم بتموت، بتموت. ولكن الأبدية أيضا دي دعوة للتفكير يا جماعة. يا جماعة إحنا النهاردة بقينا في عصر بنشوف كل حاجة على التلفزيونات، ويمكن علشان كده الله بيكشف كل حاجة على التلفزيونات، ويمكن ده من الأمور اللي الله بيستخدمها إنه إحنا بنكون بنقول لكم الحقيقة وبنشارككم كلمة الله من على التلفزيون كمان. لكن الانفتاح على البحري ده يعني بالمصري ده يأتي بثمار فساد أيضا، مش كلها بركات، إلا إذا فكرنا، إلا إذا عقلنا، إلا إذا اخترنا. الحياة الدموية والمشاهد الدموية بتميت القلب وتسهل الجريمة. فاكرين اللي حصل بعد داعش؟ يعني بعد داعش شفنا العيال بتجري بتلعب بروس الناس بالكورة، ومش مهم دي راس مين على فكرة، ما هوش مثلا أجنبي كافر، لا ده شيعي كافر مثلا، مسلم شيعي بالنسبة لهم كافر، أو شخص لم يصلي صلواته كاملة كافر، أو شخص هم قرروا أنهم يكفروه كافر، شرب سيجارة، شرب خمرة، أنت عندك المجال مفتوح. ما تقوليش بقى الإسلام وضوابطه، كل ضوابطه شريرة ومميتة وتؤدي إلى الهلاك، مش حاجة اسمها كده. ضوابطه محمد اللي خان وقتل واحد علشان قال له لا أنا مش عايزك أنت كذاب بصراحة، هو مقتله. من لي بكعب بن الأشرف أهو، من لي باليهود.
الآن لازم إن إحنا نشوف إنه بداية هذه القضية اللي قامت وقلبت الدنيا وقلبت العالم ده جريمة حماس البشعة، جريمة بشعة. حدش بقى يقعد يقول لي أنتوا وشعب فلسطين ومش عارف إيه وبيقتلونا عارفين في حرب دائرة بين الطرفين، عارفين، لكن كنا بنقترب من شيء، وكلما اقتربنا من شيء ممكن أنه يؤدي للسلام كلما عاد جيش محمد البطار علشان يوقف السلام بأي شكل. حماس هي اللي وضعت شعب غزة وسط حرب لا يد لهم فيها، حرب داخلية وحرب خارجية، وأيضا وضعت دول العالم العربية كله والمحيطة في موقف لا نحسد عليه، ونبقى مضطرين بقى شعب فلسطين ولازم طب افتحوا مش عارف ايه ودخلوهم هنا، طب ما تدخلوهمش، طب عايزين كذا، أين أنت يا مصر يا أم الدنيا مش عارف ايه، أنت الأخت الشقيقة، وبعدين يقفوا قدام السفارات المصرية ويشتموا المصريين ويشتموا مصر، وهكذا مع الأردن وهكذا مع السعودية، فالعالم كله يبقى خايف. ليه بقى؟ خليني أقول لكم ليه العالم بيبقى خايف. الشعب الفلسطيني شعب غلبان، ما هوش يعني هو مش هيقوم يقلب لك دولة، دول غلابة، دول مش عارفين يعيشوا يومهم، اوكي. لكن اللي بيحصل انه مش احنا هنقوم من اجل الالام اللي بيمر بيها هذا الشعب، لا، سنقوم من اجل ان ترتفع راية الاسلام. الكلام ده بنشوفه في المجتمع ولا لا؟ عارفين يعني مثلا بصوا على كل الشيوخ اللي على تويتر واللي على الفيسبوك واللي مش عارف ايه، واسلامه كله، واسلامه كله، واسلامه ومش عارفه ايه، والفدائيين واخواتنا في الاسلام ومش عارف كله. الحويني بقى، ابن الحويني شغال قوي، يعني حاسس ان هو وجد الدعوه بتاعته بقى. هلم الى الجهاد يا إخوة العرب، ألما نقاطع ماكدونالدز. You know إيه البله ده؟ ما هذا الشر؟ خليني أوريكم قصة بتقولك إنه هي القصة كلها وإسلامة، هي القصة كلها دعوة للدين. فلسطين ما لهاش دعوة بالدين، الأرض ما لهاش دعوة بالدين، خناقة الشعب ده مع الشعب ده ما لهاش دعوة بالدين خالص، لم تبدأ لها دعوة بالدين، ولكن أنتم من جعلتموها كذلك علشان تلاقوا لكم حاجة. يقولك يعني برضو المثل المصري يقولك دول عايزين جنازة ويشبعوا فيها لط، فندخل الدين عشان كله يلطم سوا بقى، ما انت يعني ما انت هتلطموا لوحدكم، لا، غصب عن أي شعب حواليكم لازم يتدخل، وإلا برضو الكرامة والإسلام ومش عارف إيه. من حق الجار إن إحنا نمد إيدينا ونساعده، آه، بس مش من حق الجار انه يولع في البلاد اللي حواليه من اجل الاسلام. مش بقول كده على شعب فلسطين على فكرة، الشعب الفلسطيني مش هو اللي بيعمل كده، القادة المجانين اللي فوق هذا الشعب اللي قامعين هذا الشعب هم اللي بيعملوا كده، حطوا الشعب واللي حواليه والكل كليل زي ما بيقولوا. شوفوا في وسط الهياج اللي حصل وقت بداية الأحداث في 7 أكتوبر، طلع لنا بقى ناس عمالين يشتموا يا عيني في محمد صلاح. ليه؟ عشان محمد صلاح ما اتكلمش، محمد صلاح خايف على مصلحته، خايف على فلوسه، خايف مش عارف ايه. فقام جه محمد صلاح وراح طالع قال كلمتين، ان احنا بنقف اللي حصل ده ما ينفعش، ويعني الكل لازم يساعد الشعب الفلسطيني ونفتح الباب للمعونات، وقدم نداء لطيف جدا ويعني محسوس جدا، راجل اتكلم باللغة الإنجليزية اللي هي مش لغته الأولى، لكن قال كلام كويس، أوكي. طلع بقى علينا الإسلام بتاع البرمجة يقولوا إيه بقى، نشوف إنه اسمع محمد صلاح والراجل هيعلق عليه يقول ايه. اوكي، انا لا احبك ولا اكرهك، بس القضيه
هنعرف هي فين. اتفضل. It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. طبعا واضح جدا انك مضغوط جدا وانت بتتكلم، فمن الادب ان محدش يزايد عليك، لان طبيعي ان مش كلنا مطلوب مننا نعمل نفس الحاجه او نقدر نعمل نفس الحاجه بنفس القوه، وممكن لو حد مننا كان في وضعك كان ممكن يخاف يتكلم اصلا عشان ما يخسرش حاجات نجح فيها بقاله سنين كتير قوي بيبنيها. ومش هقول بقى ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي اصلا والكلام ده، هقول ان احنا هنتحاسب على قدر او على حجم الحاجات اللي نقدر نضحي بيها. كل واحد مننا جاب اخره ولا ما جابش اخره، قدم اللي يقدر يقدمه وجاب اخره في ده، ولا حاسس ان في حاجات يقدر يعملها وفي ايديه يقدر يعملها وما عملهاش. بس انا هعلق تعليقين بس عشان بصراحه غيران على شبابنا الصغير اللي هيتفرجوا عليك اكتر ما هيتفرجوا على غيرك، فهيفهموا منك كلمتين مش في مكانهم قوي، ومش قصدي زايد والله، بس علشان اللي ممكن يشوفني بعد ما يشوفك يعني يحصل عنده تعديل للكلمتين دول. هو مش دعم انساني مع احترامي في المصطلح نفسه، بس هو في الوضع ده مش كده. هو ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه عرضه او ينتهك فيه حرمته الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يعني اللي يخذل مسلم بينتهك فيه عرضه، فأعز الحاجة لنصرته اللي بيبقى في ايده بقى نصرة المسلم ده وبيخذله الله عز وجل يخذله. فالموضوع مش متوقف عند دعم انساني ولا الموضوع نصرة مسلمين فعلا محتاجين ينصروا بنفس القوة اللي بيهزموا بيها. تاني حاجة، الارواح المقدسة اللي انت ذكرتها في الفيديو بتاعك، في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ارواح المسلمين هي اللي مقدسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وفي النهاية شكرا على كلمته، ربنا يصرف عنه اي سوء. بس عشان الشباب ما يفهموش المصطلحات غلط، فتهون في عينيهم وفي قلوبهم القضية اللي احنا فيه دلوقتي ده له علاقة بالدين. إن لم يكن هذا هو صوت الدين الإسلامي فماذا بعد؟ إيه تاني ممكن يبقى صوت الدين الإسلامي؟ أوكي. اوعى تقول، ما تقولش إنسانية، قول إسلامية. يا ريت الإسلامية كانت تشمل إنسانية، الإسلامية لا تشمل إنسانية. لأنك في الجملة اللي بعدها على طول رحت شايل الإنسان التاني اللي مات، اللي هو اليهودي وعيلته، المسيحي اللي جوه غزة وعيلته، وقلت لا لا لا، هو بس إحنا بس نعدد المسلم، كله بعد كده في التراوح، مفيش حد تاني. إزاي إنسان النهاردة 2023 قربت تخلص أهو، عدينا عمر طويل واحنا ما زلنا بيجرنا هؤلاء الى العصور الحجريه؟ مش الانسان، اوعى تقول انسان، مفيش اي انسان بره الاسلام، الكل بقى يعني الكل كماله عدد، هو الاسلام بس والكل كماله عدد، والكل مباح للمسلمين من ناحيه الفكر الاسلامي. لو ده فكرك توب الان، لأنك فقدت إنسانيتك. لو ده فكرك تبقى فقدت إنسانيتك. مش فقط مسلمين غزة هم اللي الله ينظر لهم على إنهم بشر، لا، المسيحيين والمسلمين واليهود واللي ما بيشوفوش ربنا ولا ما بيفكروش في ربنا هم بشر لهم قداسة، لأنهم خليقة الله، لأنهم على صورة الله ومثاله، وإنتوا بتمثلوا بيه. منطق أنا يعني بصراحة مش قادرة أفهمه. ليه بقى؟ القضية إسلامية لأن القيادات بتدعم ده. شوفوا بقى تصريح الأزهر اللا إنساني بيعلي الجبل قد إيه قدام العامة والمستخدمين من الفكر الإسلامي وإله الإسلام. تصريح الأزهر يروح مرجعك بقى بص القضية، وبص القضية دي هي بص العصفورة اللي بتاخدك للاتجاه البعيد عن الله وتضعك في شباك الشيطان. أوكي؟ الأزهر يقول لك إيه؟ أنا يتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة في شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية، شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم وقضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية. ويدعو الله أن يلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه الطغيان والصهاينة وإرهابهم. كمل الإرهاب، روح بقى على الكبوتسات اللي بعدها وكمل.
لأن هذا هو طريق الإسلام. ليس الحل السلمي، ليس الحل الفكري، ليس الحل الثقافي، ليس الحل الاجتماعي، ولكنه السيف والإرهاب. لو مش شايف ده عندك مشكلة، لازم تتوب، لازم تدعو الله إنه يأتي على قلبك بالتوبة. على فكرك محتاجين غسيل ومكوى بصراحة، يعني مش عارفة أقول لكم إيه. إذا كان هو ده فكرك، إذن أنت في حالة من الشر كبيرة. يقول لك إيه، تابع ويحيي الأزهر، بس شوف بقى يحيي الأزهر مين؟ بكل فخر جهود الشعب الفلسطيني، مطالبا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين، مؤكدا أن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى الإزدواجية في المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. وحينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية لا يستطيع شيخ الأزهر إنه هو يقول إن ما فعله حماس كان إرهابا، كما لم يستطيع شيخ الأزهر إنه يقول إن الإخوان المسلمين إرهابيين، وهم يعني نفس الحكاية. هذه الثقافة مرتبطة بالفكر الإسلامي، بالثقافة الإسلامية، بالعقيدة الإسلامية. القضية إسلامية وليست قضية فلسطين. هو أنا كل محشر اسم الفلسطينيين وفلسطين في كلمتين بقولهم وبينهم وبين بعض الإسلام الإسلام بقى بتكلم عنكم؟ لا، مش بيتكلموا عنكم، مش بيتكلموا عنكم. خلينا نسمع بقى من أمهات الفلسطينيين وكيف أثر الإسلام على حياة أمهات الفلسطينيين. نشوف الفيديو الأولاني. أو أنا أسفة، خلينا معلش، ده كمان مفتي الجمهورية السابق علي جمعة قال لك إيه. أقول للحكومة الإسرائيلية قد جاء وقت الزوال والرحيل، وأقول للجيش المصري إنكم الجيش الذي بشروا رسول الله أنهم في رباط ليوم الدين، واعلموا أن المكون الأساسي لتفكيرنا وقاتلوا في سبيل الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يلا احشر الجيش المصري كمان، يعني كمان المصريين الغلابة على كل الغلب اللي هم فيه محتاجين كمان يطلعوا يحاربوا، وتبقى كمان 67 تانية زي ما كان في كل بيت مصري جريح وقتيل. يهمكم ايه؟ الشريعة، الشرع، المكون الأساسي لتفكيرنا. هذه إدانة مباشرة للفكر الإسلامي بالكامل. هو وقاتلوا في سبيل الله وكتب عليكم القتال وهو كره لكم. لا، ومش واضح أنه كره لكم خالص. على رأي الحويني، ما احنا لو القتال ماشي هيبقى عندنا سبايا، وفعلا عندكم سبايا. الناس ما صدقتش لما حطيت الفيديو اللي بيقولوا فيه سبايا، واللي يقول لك اصل احنا قتلنا السود وخلينا الشقر والبيض والملظلظين. هكذا يجعل الاسلام في فكركم النساء سبايا والحرب فرصه للسبي. ربنا يسامحك، انت راجل كبير ولازم تتوب. خلينا نشوف اثار ما تقولون وما تعلمون على امهات الفلسطينيين. تفضل. نعود إلى إجابات أخرى عن سر الابتسامة حتى تجعلنا نتمنى أن كل واحدة منا يرزقها الله ويختار ويصطفي منها ويكون ابنها شهيد. دم الشهيد أحب شيء إلى الله، الشهيد له دار لا يوجد أحسن منها، الشهداء هم أول من يدخل الجنة، الشهداء لا يسعقون في نفخة السور، لا يجف دم الشهيد حتى يرى الحور العين، أفضل الشهداء من أهريق دمه وعقر جواده. أن كل ما سبق وما ذكرناه لو وضعناه في كفة، وهذه الجائزة من الله عز وجل لو اكتفينا بها لعلمنا سر هذه الضحكة والابتسامة التي تخرج من ذوي الشهداء في وداعهم. كفاية أن الشهيد أول حاجة على طول هياخد حور عين. كل الإغراءات والكلام اللي هي بتقوله، هي بتتكلم عن على أولادها، على أولاد الفلسطينيات، يعني
كم مرة أنا قلت قد إيه المرأة الفلسطينية قوية، قوية الإرادة، صلبة، محتملة، تربي وتعلم وتجاهد وتكافح، لأنه معظم الرجالة بيموتوا ولا يروحوا يحاربوا ولا whatever يعملوا انتحاريات، والأمهات اللي بتفضل والأمهات اللي بتربي. بس you know، فأما تاخد الإسلام يغير فكرك لأنك بتربي إرهابيين وحيموتوا، وانت هتدفعيهم تمن الألام والمرارة اللي انت عشتيها، وتفضل بقى هلما جر الأجيال القادمة. أولادكم ليسوا أملككم، أولادكم مسؤوليتكم. تعلموهم أدوات للحياة، مش تعلموهم يكونوا أصوات للأفكار الإسلامية الممقوتة. كل اللي قالته مبني على الإغراءات للجهاديين بالجنة، لكن للأسف وبكل أمانة بقولك إنه الله لا يدخل الناس في ملكوته عاشوا على دماء الآخرين، ما ينفعش، أو ماتوا فاكرين إن دماء الآخرين هي اللي هتوصلهم. بالعكس، لأنه المسيح لما جه علشان يضحي بنفسه لكي تكون لنا حياة، وخلاص ضحى لكي نعيش نحن. هكذا هي المحبة، وهكذا يجب أن تكون الأمومة. شوفوا الفيديو اللي جاي. أنا عندي شاهدين، أنا ام زهران زهران عرين الأسود خطاف الجنود. احنا امهاتنا ماجدات محتسبات، احنا لما يستشهد اولادنا ونحمل اولادنا وندفن اولادنا، مش اولادنا رخاص علينا، لانه الارض اغلى من اولادنا والوطن اغلى من اولادنا، مقدساتنا اغلى من اولادنا. انا ما عنديش حاجه اغلى من اولادي، انا عايز اقولك انه الكلام ده كلام كده وبرمجه، وانا مشفقه جدا جدا على الستتين اللي أنا شفتهم دول والكثيرات، أنا مشفقة عليهم جدا، لأنهم بدلوا مشاعر الأمومة المعطاة للحياة وحطوا بدلها مشاعر الفخر الفاضي. وبعدين قالت كلمة تقولك الأرض أهم من الأبناء. لا، مفيش أرض أهم من ولادي، مفيش أرض أهم من أبنائك. الله ممكن يكون هو الأول في حياتك، لكن لما يكون الله مصدر المحبة والسلام والأمان والسلامة والحياة هتقدمي ده لأولادك، لكن لما يكون هو قانونه شريعة الموت، ثقافة الموت، فأنت قبلتي أن أولادك يولدوا للموت. بصلي يا رب أنك تنقذ أولاد الشعب الفلسطيني من هذه الأفكار السامة، بصلي يا رب أنك تعطيهم حياة، بصلي يا رب أنك تتقابل معاهم في اسم يسوع في كل مكان هم فيه. يا رب أسألك أنك تقوي المرأة الفلسطينية لتقف لحماية أبنائها في اسم يسوع. أصلي يا رب أنك تعطيهم حياة، وأنك تشفي جروحاتهم، وأنك تضمد قلوبهم اليوم أمامك يا رب. لا تسمح أن يختطف الشيطان هؤلاء النساء والأطفال المقهورين في اسم يسوع. يا رب المشاهد اللي شفناها طول الوقت اللي فات بتحز في قلوبنا جميعا، فبسألك انه انت الشافي الوحيد تشفي هؤلاء اللي انت بتحبهم، اللي انت خلقتهم على صورتك وشبهك ومثالك بمحبتك، وتعرفهم جميعا كل واحد باسمه. انتم مش عارفين انكم مستخدمين، لكن هناك البعض، المثال للمرأة القوية الحقيقية، الشجاعة بقى بعينها في وسط الحرب. شوف الفيديو اللي جاي ده، في وسط الحرب، في وسط الألام، في وسط الخوف والإرهاب من حماس لشعب فلسطين داخل غزة، الست دي قالت الحق. اسمعوا. وين العدالة؟ وهذا الحكم المحكوم لياس سنوار وهنية؟ طب شكرا. كم شاب عندك عاطل على العمل؟ أربع شباب عندي عاطل على العمل، وجوزة عاطل على كل البلد عاطل على العمل. أنا مش بحكي باسمي، أنا بحكي باسم كل أهل غزة. أولادنا 12 سنة أكلوا من عمارهم وضيعوا من حياتهم.
حياتهم ليش؟ ابن ابن المسؤول الحمساوي بقى عمره 20 سنه وله سياره وله جب وله عماره ومتجوز وله كل ما يملك، وابن اولادنا لا يملكوا من الحياه شيء. وين احنا؟ ملايين غير برغيف الخبز. طيب بدنا نكون رسالتك، بدنا نكون رسالتك وصلت. حتى الخبز مش لاقينه، واولادكم يلي عايشين بره بالسيارات وبده وبده. قالت الحق، ست عارفه انه هي متالمه من اجل احتياجات اولادها، متالمه من اجل احتياجات الشعب، وهي دي بقى الستات اللي انتوا لازم تسمعوا منهم. دي الحقيقه مش اللي التانيين بيقولوا، دول مبرمجين. دي ست الالم خلاص قالت كل حاجه، ما هي عارفه انها ميته ميته، هي عارفه كده، وعارفه ان اللي مسببين ده هو القيادات دي. الشعب الفلسطيني يستطيع انه يصنع سلام وحده بلا قياداته اللي بتجرجره من الشمال لليمين وبتتعامل معاهم على انهم يعني بلا قيمه بصراحه. القيادات المفروض انها تعمل من اجل الناس مش من اجل انفسهم. انا عايز اديكم النهارده مثل لتعاملات هذا النظام مع شعب فلسطين، اللي الستات دول والشباب دول والعيال دول كلهم تحته. هديكم مثال معظمكم مش هيبقى عنده فرصة ان هو يشوفه، ونتكلم في موضوع حادث المستشفى والمعلومات اللي جات لنا عنه. طبعا اول ما حصل حادث المستشفى احنا سمعنا ارقام رهيبه، اللي يقول لك مش عارفه 5000 واحد و500 مش عارف ايه و800 واحد ايه، وكيف العدو الصهيوني عمل وسوى وقتل الناس في المستشفى، ده احنا مش لاقيين هنروح فين، حتى المستشفى بيضربوها ومش عارف ايه. في جزئين للحكايه دي. في جزء من الناس اللي كانوا فعلا في المستشفى، الشعب الغلبان اللي مش عارف ايه اللي بيحصل له وبيتضرب منين ولا فين، وفي الجزء الثاني من الناس اللي عايزينكم تصدقوا الكلام ده. ناو انا في الحياد، لكن بفكر بشوف المعلومات المعطاة لينا وبفكر، لكن انا في الحياد. في الاخر ناس ماتوا هنا وناس ماتوا هنا، والشعب ده اللي في النص عيني يعني معجون، شعب معجون في ده. الله يغير قلوبكم. فقالوا لنا بقى ان المستشفى اتضربت، فالكل فكر ان المستشفى اتضرب، واتضربت بمش عارفة ايه، صاروخ صهيوني. علشان نعرف مين اللي ضرب بايه لازم يكون عندنا ناس على الارض يشوفوا ويكونوا حياديين. لكن دلوقتي بقى في حاجات تانية نقدر نستخدمها زي فيديوهات مثلا. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده، وانا هشرح لكم الفيديو اللي احنا شايفينه ده في ايه. ده فيديو للصاروخات الصواريخ اللي كانت بتضرب. ادي صاروخ طالع اهو في غزة، وحينفجر ويقع، وبعدين هتلاقي انفجار على الارض. دي المستشفى، الصاروخ طالع من غزة، الصاروخ ضرب غزة. يعني لو الصاروخ ده رايح كده، تعرف الصاروخ اتضرب ففرقع، فشظايا وقعت فجرت المكان. وبعدين نكتشف بقى ان اللي اتفجر هو الباركينج لوت، المكان اللي فيه السيارات، وكان فيها ناس، لان الناس بتحتمي، اللي قاعده منتظره اهلها واللي مش لاقين حته يروحوها هم قاعدين حوالين المستشفى. ففعلا كان في قتلى وجرحى وكده، بس لكن مش المبنى نفسه، لكنه في الباركينج بتاع العربيات. نشوف العربيه الفيديو الثاني بعد ده، شايفين ده واضح انه دلوقتي ده، ادي ناحية فيها اسرائيل وناحية فيها المستشفى. كمان ده فيديو عليه الساعة بالظبط اللي اتضرب فيها الصاروخ، فاحنا عارفين ان هما بيتكلموا على الفيديو ده بالتحديد. طبعا انا مش شايفة الفيديو كله، لكن المهم انك هتلاقي انه الانفجار هيحصل في مكان المستشفى. الصاروخ طلع اهو اهو، واتجاه المستشفى، وقع على المستشفى. ده من كاميرا تانية في بلد على الحدود. ده مش اختراع،
ده مش اختراع، دي حقيقة. أنا قررت إن أنا ما أحطش أي صور لحد مجروح ولا حد مضروب ولا أنا تعبت من هذه المشاهد وبصلي إن ربنا يمسحها من مخنا خالص. أوكي؟ خلينا نشوف بعد كده. إحنا هنسمع حاجة مهمة لازم تفكر بعقلك. أوكي؟ اللي إحنا بنسمعهم ده دول الإرهابيين من حركة الجهاد الإسلامي اللي بيتكلموا على الصاروخ اللي هم ضربوه ووقع فين. ده المخابرات الإسرائيلية طلعته وموجود للعالم والناس معروفين هم مين. أوكي؟ تصدق بقى ما تصدقش مش مهم، لكن اللي قلبه يعني مفتوح انه يصدق، انت شفت حاجة بعينك، الكلام اهو، الإثبات اهو. على كل الأحوال أيوة إسرائيل بتبعت صواريخ وأيوة بيفجروا حاجات، لكن لما التفجير يجي من عندكم من قلب الناس اللي انتوا المفروض انكم بتثقوا فيهم، اسمعوا كده تون الصوت. صاروخ يا فين ده كده على الناحية اللي ايدك اليمين كده. اسمع واحكم. اتفضل. بقول لك اول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الاسلامي يعني. طب هم بيقولوا تعاون الجهاد الاسلامي والله. من علمنا هذا من عندنا بيحكوا ان الشظايا تبعت الصاروخ انه شظايا محليه مش زي شظايا سبحان الله من علمنا ما رجعش غيرين بجد نعم هذول المتلين من المقطع ورقه ثلاث حط محطين يلا يا اخي شويه وراحوا يعني بتلاقيهم طالعينه من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم وفي مقبره ورا المعمداني ولك عند الساحه بالضبط هي وين لما تدخل على الساحه اول ما تدخل على الساحه تدخلش على البلد عيدك اليمين في مستشفى المعمداني بس ايه رايكم يعني ما فيش مثلا لا حول الله يا اخي ما كانش لازم يحصل كده لا متعودين دايما متعودين انهم يعملوا كده في اهلهم في الناس الارهابيين بيعترفوا اهو خلي عقلك يفكر استخدم عقلك وفكر كده حتى لا تاكل الكراهيه انسانيتك اوكي المسيح ضحى بنفسه علشان يخلص ليعطي حياه الارهابي بيقتل ويخطف الحياة اللي وهبها الله والإرهابي الحقيقي هنا هو الإسلام عكس الكراهية محبة الله زي ما احنا بنشوفها من عمل الله فينا أنا عايزة أديكم بعض الإحصائيات السريعة عن الانتحاريين والفكر الانتحاري من موقع مخصص لمحاربة الفكر محاربة العنف بالأجهزة الانفجارات الثقيلة وكده ده موقع أجنبي ممكن أحطه لكم على الفيسبوك لو أو اللي بيبعت لي ممكن أبعته لكم دول عملوا إحصائية كده على المهمات الانتحارية في العالم كله عبر التاريخ بيقول لك إنه أول حاجة حصلت حاجة زي كده حصلت actually في مقتل الزار الروسي وكانت ضد الزار الروسي في قنبلة في 2800 وحاجة ودي كانت أول مرة تحصل حاجة زي كده من الوقت ده إلى اليوم قتل من خلال العمليات الإرهابية دي 72 ألف إنسان وجرح على الأقل ضعف ده بيقول إنه أسوأ العمليات الإرهابية دي كانت بين 2011 و2018 في عام 1967 ما كانش في أي عمليات انتحارية لكن في عام 2016 1876 ما كانش في عمليات انتحارية لكن 2016 شهد العالم 469 عملية في 28 دولة في العالم معظمهم إسلاميين لأنه الهندوس وكده بيعملوا برضو بعض العمليات الإرهابية اللي من النوع ده يعني بس قليلة جدا لكن
90% منها هتلاقيهم إسلاميين. إسلاميين من البداية للنهاردة 13500 عملية إرهابية، 90% من المنفذين رجال. أصغر منفذ لعملية إرهابية عمره 4 سنين، خلفيات مختلفة وسياسات مختلفة، منهم مسلمين ومسيحيين وبوذيين وهندسيين وجنسية تانية يابان أعتقد. وواحد فقط من على مر السنين دي كلها يهودي، واحد فقط، والغالبية في المقابل مسلمين. تقريبا معظم العمليات في الثمانينات حصلت في لبنان، عمليات قتل وعمليات جرحت كتير ناس كتيرة جدا، وعمليات إرهابية كلنا فاكرين التاريخ الأسود ده. الحادث الانتحاري في 83 في أكتوبر 23 قتل 305 منهم 241 أمريكي و58 فرنسي و6 مدنيين. محمد حسين فضل الله قال إنه الإرهابي الانتحاري كأنه بتمن مقاتلين أهو. وبعدين بقى الإرهابيين الانتحاريين بيسبوه يقولك إنه هو رايح على الجنة على طول، وإنه لا يخاف الموت لأنه الرسول قال لنا إنه كأنك وإنت بتموت كده أو بتتفجر كأنك بتتقرص قرصة نملة. فكر إسلامي شرير الله ينقذنا منه. الناس اللي بتختار إنها تعيش بالطريقة دي هم الناس الجهلة، المش متعلمين، الغير اللي ما عندهمش فرص عمل، اللي مشتاقين فرص حياة، وهكذا. هم دول الناس اللي بيختاروا الطريق ده لأنهم فقدوا الرجاء، ما عندهمش رجاء، وما يدخل داخلهم من الإسلام يعطي عدم رجاء وموت وكراهية ومشاعر كلها لا تؤدي إلى أي شيء إلا الموت الإنساني الفكري الروحي. ومش ده اللي ربنا عايزه ليك. ربنا عايزك تعرف إنه هذا الجبل من الكراهية اللي قدامك دلوقتي أنت تختار إنك تموت تحت هذا الجبل أم ترتقي إلى معرفة الله فتعبر ويصير الجبل ده وكأنه ما كان، لأنك هتكون ماشي في طريق مع إله يعينك. في صورة كده دايما بفتكرها لما نكون ماشيين مع المسيح، يبقى في خطوتين اتنين ماشيين على الرمل، وبعدين فجأة في وقت الصعاب تلاقي خطوة واحدة، فالمسيح بيقول أنا شايلك أنا شايلك. هذا هو الإله الذي يحملك ويحتملك ويعطيك ويغطيك ويحبك ويعينك وينتج من الأمل من الألم أمل فيه. ده اللي ربنا عايزك تعرفه، انه بيحبك النهارده. لو كنت مسلم بتسمعني، لو كنت انتحاري بتسمعني، توب، الله عايز ينقذك. هتعيش حياه ممتعه مع المسيح هنا والى الابد، من غير اكل وستات وشرب نو، ولكنها في محبه الله ومعيه الله. احنا ما بنروحش نقعد مع حريات، ولكننا نعيش مع المسيح. اشكركم والى اللقاء.